انا بتكلم جد والله. بقيت شبه شبه من الحصان يا ده شيء جميل والله, شيء ده جميل ده جدا. الحمد لله. بس انا عايز اقول لك انه في بيقول لك الناس بتشبه الحيوانات اللي بتحبها. طب الحمد لله انا جت على قد الحصان. ومش بالضروره انه التشبيه, يعني مثلا ممكن واحده تبقى شبه الفار بس تبقى كيوت ولذيذه. على عيني كيوت مين بقى؟ على يعني كيوت فار شبه الفار كده لذيذه عامله كده, ديت حته جبنه رومي ومصياده وخلاص. بس انت ابتديت علاقتك مع الحيوانات مع الحمار مش مع الحصان. وده شيء انا افخر بيه. والله الحمار ده طيب جدا عشان عارف تبقى عارف. أيوة. يعني الحمار ده كائن طيب جدا, يتضرب ويجر عربيات ويروح بيه الغيط ويجي وحمود. من الغيط وتلاقي مثلا ما عارف لما اطلع كوبري بشتيله الحتت دي اللي عندنا تلاقي الحمار طالع شايل 4 طن حديد وكفران وعينيه مبهدله ما بيقولش اي حاجه, وفي الاخر ممكن لو تاه عارف البيت يرجع تاني مسالم جدا. فراجل طيب يعني الحمار. طب انت كان ليك قصه مع اول حيوان ركبت؟ فكان عندك 8 سنين يوم. يمكن 7 8 سنين. في الفلاحين عندنا في البلد عند عمي الله يرحمه وجدي الله يرحمه كده, كنت بحب اركب اي حاجه باربع رجلين يعني. والله خروف ماشي, حمار ماشي, جاموسه ماشي. فكنت اجي مروح بقى واحنا مروحين في الاعياد وكده, كنا نروح بقى لاهل ابويا في البلد وكده, فاجي مروح انا شبطان بقى في الحمار, فيضحكوا عليا يقولوا الحمار في شنطه العربيه, اول ما توصل عم فود, عم فود ده اللي هو السواق يعني. عم فود هيطلعوا لك من شنطه العربيه. فوصل البيت ما فيش حمار طبعا, فمأساة بقى يعني. بتقول لهم فين الحمار؟ هاتوا لي حمار. بحب الحمار. طب ليه بنشتم بالحمار؟ يعني ليه لما الناس بتاخدها شتيمه انت حمار؟ يعني ليه مع انه حيوان طيب؟ لا هو طيب وهو في ميزه جدا, ده من تفسيري انا من عشيرتي تحديدا للخيل وللحمير يعني, انا بحبهم على فكره. ليه تفسير ان الحمار ده كائن بيولف على ايه؟ بمعنى ان انت تلاقي مثلا في الفلاحين الحمار يقول لك ايه ده هيسرح الغيط, يسرح الغيط تلاقي الفلاح قاعد القعده بتاعتهم اللي بالجنب على البردعه دي ورايح قاعد نايم الصبح والحمار عارف سكته, يوصل لغايه الغيط الراجل يصحى ينزل يقعد يشتغل ويشيل بقى البرسيم والحاجات دي كلها ويحمل الحمار, وممكن يدور الحمار على الطريق بس الحمار يرجع لغايه البيت يفضي النقله ويرجع. فهو كائن مولف, فبيصبح عنده نظريه الارتباط الشرطي دي بتوصل لانها مش نظريه وتربيه وولف بس, لا بيبقى ولاء. فاحنا اللي فسرنا ولاء الحمار على انه ما بيتكلمش غلط, بمعنى ان هو لو على العربيه كرول هو مش هيميز الاشاره فاتحه مثلا ولا قافله. فهو ماشي هو الراجل نيته حلوه عايز يرجع مكانه, بس ممكن يكسر اشاره فيقول لك ده حمار, لكن هو ما يقصدش وعايز يرجع يعني. الحمار طيب والله جدا. الناس اللي بتعامله يعني ما يصحش نسئله ونشتم الحمار. لا مش مسئله, لا مش للدرجات دي يعني, انا ما اقصدش يعني الحكايه دي يعني. مش هنتعامل معاه كانه ابن عمتي يعني, بس اقصد يعني في اغنيه عن ايه؟ بحبك يا حمار. والله العظيم ما سمعتها. لو واحده قالت لو واحد قالت لي كده لا ربنا يتولاها. لا ده ما يصحش. ايه الله يسامحك يعني. لا يعني الادب حلو يعني, الادب حلو. ليه الناس تفضل بقى كده يا حمار يعني ليه؟ يعني ملوش لازمه, خلينا نتعامل. بس الحصان بقى ايه صفاته الجميله اللي هي بين الانسان وبين احمد السقا؟ يعني هقول لك على حاجه. مبدئيا الحصان ده بيقيسوا بيه المواتير, يقول لك الهورس باور بتاع بتاع الموتور. عمري ما فكرت في الحكايه. صح. لا ده بيقيسوا بيه المواتير, يقول لك قوته كذا حصان, 150 حصان, 200 حصان. قوه. فمبدئيا هو كائن يعني عنده صبر, عنده قوه وقوه غاشمه. فان البني ادم يقدر يسيطر على القوه دي ويوظفها بقى, يوظفها في انه يركبه في حرب من زمان مثلا, يوظفها في انه يستخدمه في زراعه, يوظفها في انه يجر عربيه, يوظفها في انه ينط سدود, يوظفها في انه يلعب ترويض. فدي في حد ذاتها يعني انه في دخله في السبق. يعني هو بصي انا ليا وجهه نظر في حكايه سبق الخيل دي, بس يعني ما انا ماليش في سبق في السباقات بتاعت الخيل. سبق الخيل ده موضوع, وان الواحد يركب خيل ده موضوع تاني. فالحصان كائن نبيل يعني, فيه نبل, واللي ذكر بقى في الـ في الـ في السيره وفي السنه وفي اقوال الصحابه والعرب القدامى, القاده العرب القدامى, وفي القران الكريم عن الحصان هو كائن مميز يعني, ربنا ميزه وعززه كده يعني. واتقالت كثير الخيل خير معقوده في نواصي الخير الى يوم القيامه, وخير الخيل الاحمر الاغر المحجل المطلق اليمين, واناث الخيل صدقه جاريه, وبطونهن زخر وظهورهن وبطونهن زخر عز وبطونهن وظهورهن زخر, حاجات كثيره يعني. لا اقصد يعني هو كائن جميل يعني. انت اللي كائن جميل والله. الله يخليك يا فندم. لو ما انا حصان وكائن حصان. الحصان انت بتقول انا ليا نظريه في السبق, سوء استغلال للحصان. لا مش سوء استغلال يعني, بس انا النظريه اللي عندي نظريه انسانيه, ان احيانا رجلين الحصان يعني ما كانش فيه رعايه جامده قوي زي ما بنشوف السباقات اللي بره, بعيدا مالناش دعوه طبعا بالمراهنات والحاجات دي, كل واحد حر في شغل يعني, كل واحد حر في اللي بيعمله. ومعظم الدول العربيه ما فيش مراهنات, في جوائز قيمه, لكن احيانا بيبقى في مراهنات. انا لوجهه النظر الانسانيه اللي عندي
ان اللود الضغط على الحصان وهو بيجري سباقات كتير، الحصان ده عايز رعايه، يعني هو كائن ازاز عشان تبقى عارفه. ففي ازاز يعني كائن حساس جدا، اي حاجه ممكن توديه في داهيه. يعني شويه صداع، حاجه اسمها حمى الدماغ دي ممكن تموت حصان على حسب ما بيسموها يعني. فالمغص ممكن يموت الحصان، يعني حاجات كتيره جدا يعني ممكن تاذي الحصان بسرعه. رجليه هي كل حاجه، فالجري والسبق والضغط ده في عنده حاجه اسمها وتر. حصان او طار رجلين عظم سليم زي ما بيقولوا يعني. فالسبق بيأذي بقى، تلاقي وتر ضرب، تلاقي له حاجه عظمه سبق الرمانه بتاعه الحصان اللي هي زي المفصل بتاعه اللي من الحافر للعصبه رجله ده، الحاجات دي بتاذي الخيل يعني. الخيل لو ما ترعتش جدا السبق ليه رعايه خاصه قوي يعني بتتأذي الخيل قوي. والحصان عايز رعايه خاصه عموما. طب عموماً ليه ليه الحصان على حسب ما تعوديه. من الحيوانات اللي الانسان بيحبها يقول لك اول ما يمرض او يتعذب اقتله. والله هقول لحضرتك على حاجه، ايه رايك يعني في النظريه؟ هو في حاجه هو قتل الرحمه يعني، هو في يعني ماشي على عيني وعلى راسي حكايه قتل الرحمه وكده، بس انا مش يعني دي بتبقى في حالات يعني نادره جدا، هو لا قدر الله لا قدر الله حصان حصل له عجز معين، رجلك كسرت ومش هتتصلح، امعائه مثلا لفت على بعضها ومش هترجع، وده نوع من انواع حاجات بتحصل للخيل. ايه اللي لف على بعض؟ الامعاء بتاعه الحصان ساعات بتلف على بعضها تموت، وانه يحصل له حاجه يعني بتسمعي الانين بتاعه. انا بقى يعني ببعد بسيب الدكاتره تتصرف، ما بيجيليش قلب في الحاجات دي الحمد لله، ما حصلتش معايا كتير، ما اضطرتش ان انا اعمل كده يعني كتير في حياتي يعني الحمد لله. وحصانك اسمه ايه؟ دلوقتي عندي ستاليان اسمه بركه، ده حصان بحبه جدا يعني، ده حصان جميل ستاليان يعني. يعني حصان بعمل منه بريدنج يعني. وحلو الاسم، بتعمل منه بريدنج. اسمه بركه، الحصان ده انا بحب الحصان ده جدا يعني. وخلف بركه؟ عنده مهرين بس من فرسات مش بتاعتي، بتاعت ناس اصحابي يعني. اسمهم ايه بقى؟ ما لسه دول لسه مولودين قريب يعني. لسه مولودين قريب عشان عايزين نقول له بركه لا انا عندي مهر تاني لسه مولود عندي، ده مبروك، ده حصان عندي بركه ومبروك ومبروكه وحاجات كده. الله يبارك في حضرتك. ده دؤدؤ الحصان ده التسجيل ده قديم تقريبا. ده دؤدؤ. راح فين دؤدؤ؟ انت جبته منين الحكايه دي؟ شفت بقى ده دؤدؤ موجود في اسطبل جنبي عند حد صديق يعني. دؤدؤ ده موجود، ده حصان جميل. حصان كويس. ايه الذكرى اللي لا يمكن تنساها مع حصان؟ الذكرى اللي في موقف والله كنا بنعمل مسلسل رد قلبي مع الله يرحمه استاذنا احمد توفيق. فعندي مشهد، انا كنت بلعب دور الراحل صلاح ذو الفوار في المسلسل يعني. ففي المشهد اللي هو بتاع انجي والحصان بيتفك، الامير علاء بيفك الحصان لاخويا محمد رياض، فانا بجري في ايه، فبتقول لي الحصان والحق واجري فقلت لهم لا انا مش هصور بالخيل دي، وانا يوم بقى اول مره اركب حصان اصور بالحصان اللي انتوا جايبينه ده يعني ما ينفعش. انا هبعت اجيب الفرسه بتاعتي انا استاذ. عايز بقى اللي هو يعني الفرسه بتاعتي اوريكوا بقى. استاذ احمد توفيق قال طيب ماشي، ده شيء جميل. هوبا عربيه اللي بعت، جبت فرس من يعني كانت في منطقه قرب نزله السمان كده في بصير، واحنا بنصور في شبرمنت وبتاع، جت الفرس يلا، فجايه نرمين الفقي راكبه الفرسه، فانا بقى نرمين دي فرسه بجد على مهلك، انت بس هتتمشي الحته دي وبعدين هتنزلي وانا هركب الحصان يعني. جات نرمين يلا 5 4 3 2 1 اكشن، جات نفسي ايه قالت تلحق مش عارف ايه، وعلاء فك السرج ونزلت، قلت لها معقوله؟ فانا بقى بمسك في معرفه الحصان اللي هو شعره من هنا وعايز اطلع يعني تيك اوف واحد عشان اجري بقى شو يعني. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ معرفه الحصان، الشعر اللي هنا في رقبته ده. معرفه الموضوع، انا كنت ناسي فعلا موضوع النسناس ده والله. انا مش عايز اقول قرد. لا هو فعلا هو نسناس، بس ايه كان يعني زي ما بيقولوا واكل شويه يعني، واخد باله من نفسه يعني مستعفي شويه. عمل فيك ايه بقى الاستاذ؟ هو انا ليا ابن خالتي الصغير ده متربي معانا يعني، افضحه بقى بما اننا في التلفزيون. ايوه يعني اسماعيل زهدي يعني هو مهندس بترول فكان عنده نسناس وهو ساكن في العماره اللي قدامي في الشارع يعني، فانا واولاد خالتي على طول رايحين جايين واختي. فالمهم لقيت مره جزء خالتي يعني بدي الحق النسناس عبد اسماعيل، يا نهار اسود نسناس عبد السعاد النسناس. فروحت انا اثبت هات السلسله، طلع النسناس على كتفه، بقيت فجاه ايوه قراداتي ماشي يعني ماشي وبيسمع كلام النسناس. والله مفيش حاجه، لا لازم نوديه عياده ولازم ناخد حقوق عنده. قلت له بس مش دعوه، هو على كتفي نزلت وعديت بيه شارع الشباب ورحت الناحيه الثانيه، كان عندنا جنينه قديمه في العماره كده سلسله طويله والنسناس طالع وشقلبات وبتاع والشجر ونازل، وانا عامل فيها مدرب اسود يعني ونزل انزل هنا تعالى مش فاكر كان اسمه ايه كده نزل قاعد على كتفي كده وبيعملوا الحاجات اللي بيعملوها دي، يقعدوا يفلوا في الواحد مش عارف فعلا وفجاه ارمني ارمى يا دكتور عضك عضني، ده شوهني، ده خلاني مش نافع، ده قطعني
عدك النسناس تقطعني وهرب كمان. واتمسك بعد كده اتقبض عليه في حي تاني. اتقبض عليه بعد كده في حته ثانيه خلاص. خدت الحقن بقى ولا ايه؟ لا ما خدتش حاجه، ابن خالتي اللي خد. انا زي ما انا اهو، حتى تلاقيني قاعد يعني الحمد لله اهو زي ما انت شايف. ما هو ده بقى اللي فادني بعد كده في افلام الاكشن، ان بتنطط واطلع كان خلاص. أيوة. بقى فيها يعني بلاد لاين واحد انا والنسانيس يعني. كنت طفل شقي، كنت طفل شقي جدا مش كده، لدرجه مره البوليس قبض عليك فندم وانت طفل. انا طفل وجات الشرطه عملت ايه؟ ما الجريمه التي ارتكبتها يا احمد؟ حاسس ان انا معمول لي كمين هنا. بس هتسلم مش عارف ليه. انا بحقق معاك دلوقتي. ما هي الجريمه التي ارتكبتها يا احمد السقا؟ كنا بنلعب كوره ليله الوقفه حضرتك في الشارع، وعملنا ازعاج، محضر ازعاج، فجه البوكس لمنا كلنا. محضر ازعاج؟ عملوا لنا محضر ازعاج عشان بنلعب كوره في الشارع. ليله الوقفه يعني ليله الوقفه من بكره العيد، الناس لطيفه وكده. ففي حد معين من الناس اللي كانوا في الشارع من الجيران يعني متضايق مننا، فمش يزعق لنا كاطفال مثلا او يقول لنا لا يا جماعه ما تعملوش كده، بلغ البوليس. واحنا اتفه من كده يعني. احنا كنا يعني 11 سنه و12 سنه. يا حرام. الله، مين ده؟ مين انت بتسلم مش على النسناس ده؟ انت ده يا احمد على النمر. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، كابتن محمد الحلو واقف بيني وبينه مترين، مفيش هزار، مفيش هزار. ده انا هنا حضرتك كانت ركبي سايبه يعني، مش هزار، ده نمر ركبك بس. على راي الاستاذ عادل امام الملك، انا اسد.